فين خلف؟ زمانه جاي. في الخلود يا عمي. يا خلود! ارمي اليمين يا خلف. طلق خلود. طلقها كيف يا عمي؟ اديله فرصة يا اخويا يصلح اللي عمله. مش هطلق يا عمي. يا لهوي. معلش يا اخويا عشان خاطر العيال. عشان خاطر العيال يا ابو هيبة. ما انت عارفة كل حاجة يا زكية. كمان شوية تروح على فندق الشمس تتلفالي عطية من الكوشة. أصله بيتجوز يا زكية. يا ابو هيبة! حليمة! ما هوش صوت! لو جه معاك ندوله فرصة تانية مع أمينة، ولو ما جا شيء تروح تجيب أمينة من بيتها. طلق يا واد البت اللي هطلقك من الدنيا! طلقها يا واد! لا يا واد اوعى تطلع متحسن! عليا الطلاق لا تطلقها يا واد! خلود طارق يا عم! طارق! طارق! ما تحاولش تروح القرية. ما هيدخلوك ايش؟ وحشتي وشغلي. ما حيدخلوكش بجارتي. انا ليا بلاوي هناك يا عمي. لو قربت حيضربوك بالنار. خلاص مالكش روحه. ولو عاوزني اشيلك من دماغي جيب لي اللي اسمه سامي ده من تحت الارض. سامي هو ده الكلب اللي سمه خلود. ما شوفك شيء الا ما تجيبه او عاوزه صاحي. ما هتلاقوهوش في القرية. تعبان ده هنا في مصر اصله من جراير كين. ماهر حيساعدك. يلا امشي غور غور. اتحرك دلوقتي يا ماهر. هتجيب عطية يا جيب بنت عمك أمينة من بيتها. عمي! 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 أنا جيت لك أهو يا عمي. على فكرة لا كان في جواز ولا غيره. أيوه أنا كنت بعمل كده يعني عشان أستفز أمينة بيه. ما أنا هعمل إيه برضك يا عمي؟ ما هي اللي ما قدرتش تنسى حمزة الله يرحمه. تعالى ماهر.